قضية طبيعة الموجود الأعلى واحدة من القضايا المحورية العابرة للأديان المتعددة والحقبات التاريخية. تشارك في محاولة فهمها الفلاسفة واللاهوتيين الإغريق، الهندوس، البوذيين، اليهود، المسيحيين والمسلمين وغيرهم من أصحاب الاعتقادات الدينية المختلفة عبر العصور. والحاجة إليها مش راجعة فقط لمحاولة فهم النصوص الدينية المقدسة، لكن لمحاولة فهم طبيعة الموجود الأعلى. الفلاسفة واللاهوتيين الأوائل اللي تعرضوا لإشكالية سمات وصفات الموجود الأعلى في الديانات التوحيدية التقليدية واجهوا العديد من الصعوبات والتحديات في تحديد وإثبات الصفات الإلهية، اللي يمكن كانت أصعبها بكل تأكيد هي وحدانية الله. لو كانت صفات الله إسنادات بتضاف إلى ذاته، بالتالي فكرة الوحدانية بتصبح محل تساؤل، لأن الواحد بسيط، غير مركب، غير مضاف إليه، وغير منقسم. والإشكالية مش فقط مع النصوص المقدسة، لكن حتى مع المبادئ الأساسية للفلاسفة حول طبيعة الله وجدليات إثبات أبديته وكماله، كلها قايمة على فكرة الوحدانية المطلقة. الموجود الأعلى الواحد بسيط، غير مركب، متحد وغير زائل، لأن الزوال نتيجة تركيب عناصر المادة، المكون الأساسي لكل الكائنات الزائلة زي وزيك. الأمر اللي لاحظه فلاسفة الإغريق من آلاف السنين، الكائن اللي غير مركب من المادة غير محتوي على عناصر مادية، وبالتالي مش هيحتل مساحة مكانية، وضرورة وجوده بتنفي كمان إمكانية احتلاله مساحة زمنية. الأمر اللي بيجعل التفكير في صفات الموجود الأعلى فوق كل تصور مادي أو زماني، وبيكون إشكالية للصفات الإيجابية المسندة بالإضافة إلى الله في النصوص المقدسة والمعتقدات الدينية، زي ضرورة الوجود، كمال القدرة، كمال العلم، كمال الخير والأبدية، المقبولة عند اللاهوتيين والمؤمنين من أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاثة. الإشكالية اللي قادت العديد من الفلاسفة واللاهوتيين عبر العصور والديانات المختلفة إنهم يكونوا إطار ميتافيزيقي آخر لدراسة طبيعة الله عن طريق نفي وتعطيل الصفات الغير قابلة للإسناد لذاته. ودلوقتي فكر للحظات في مفهوم الإله اللي بتعبده. هل ضرورة وجوده بتستتبع صفات وسمات أخرى له؟ هل من الممكن لعقلك أنه يجمع منطقياً ما بين فكرة إله كامل القدرة وبشر حر الإرادة؟ وهل يا ترى مفهوم الإله سابق على الزمان والمكان؟ هل الله أبدي أم سرمدي الوجود؟ ولو الحقيقة المطلقة كائن مختلف عن أي وجود آخر، هل من المنطقي إننا نثبت صفاته بالإيجاب؟ مش جايز نفي الصفات عنه هو الطريق الوحيد للاقتراب من جوهره؟ فكر تاني.